الطريقة الثانية حتى نقوم بتغيير الكولوم هيدر تكست، فهي انه في اصلا بالداتا جريد فيو انه في بروبرتي خاصة في تغيير الهيدر الخاص في الكولوم. احنا سابقا تعلمنا انه كيف نقوم بتغييرها من خلال السيلكت، واستخدمنا ايش؟ استخدمنا الاز، وقلنا انه بعد الاز تكتبه انه راح يظهر عندك. ولكن احنا يعني نحب انه يعني نفصل المهام، يعني هو اصلا في بروبرتيز تمكنك من تغيير الكولم هيدر تكست، وليش احنا ما نستخدمها في الاساس؟ البروبرتيز هي كالاتي استخدامها: تكتب داتا جريد فيو دوت كولم، اوكي، هذا الكولم يعتبر كمصفوفه، اوكي، هاي المصفوفه راح تاخذ الاندكس الخاصه فيه، الاندكس 0 معناه انه الاي دي، اوكي، دوت هيدر تكست، اوكي، بهذه البساطه. يعني الان انت راح تتغير في الهيدر تكست، وبعد ذلك تعطي السترينج الخاص فيه. فالأول هو راح يكون هو عبارة عن التسلسل، أوكي، وعندنا الثاني، عندنا الثالث، الرابع، والخامس، أوكي. الثاني عندنا العنوان، أي عنوان الكتاب. الثالث مثلا عندنا المؤلف، والرابع عندنا السعر، والخامس عندنا هنا الصنف أو تصنيف، الصنف الخاص في هذا الكتاب. الآن مجرد أنه نغير هذا إلى 1، هذا إلى 2 باعتبار أنه إندكس كمصفوفة، وهذا إلى 3، وهذا إلى 4، أوكي. الآن نعمل عليه ستارت ونشوف النتائج. الآن لو تلاحظ أنه الآن تغير، مثل ما إحنا يعني غيرناه باستخدام الـ property columns dot header text. طبعا تقدر تستفاد من هذه الخاصية انه لما تيجي تكتب اكثر من كلمة، يعني اكثر من جملة كاز، فانا راح يعطيك ارار. يمكن تستخدم طريقة اخرى حتى تتفادى الامر، ولكن لما تستخدم يعني عملية فصل المهام انه اوكي انت راح تستخدم property اصلا هي متوفرة في الداتا جريد فيو حتى تغير الهيدر تكست، فهذه تعتبر الطريقة هي أفضل من الطريقة السابقة.